روحي وطالبي بورطة أمك بشركة أرشي أغلو، أنت إلك حصة. لو منك أنا بطالب خالي وبقول له أعطيني حصتي. كريم، علاقة ماجد بهالبنت مو مثل ما مفكرين. خايفة يتهور ويرتبط فيها من ورانا هالمرة. من وين طلعت لي هالبنت؟ لك هي قلبت له كيانه للصبي. امبارح اجا انفه ورمان متخانق مع حدا. حلو كتير. ابني صاير مثل الزعران يعني. كل يوم عم بنطلع على المرسم وهالشي كله كرمال ناريمان. أريج، ناريمان شو دخلها بالمرسم؟ ناريمان عم تاخد عندي دروس، لهيك حضرته كل شوي بلاقي عندي، وبلش يرسم كمان. بتصدق؟ بالظاهر انه عشقه لهالبنت فجر له مواهبه المدفونه. وانت شلون تسمحي له بهالشي؟ كيف تسالني هيك سؤال؟ شبك هني قدام عيوني كريم. يا عيني، تركتيه يدمر حاله قدام عيونك وساكتي عليه. اذا عندك حل افضل ما تتصرف. صباح الخير. شو بو انفك؟ مطروق بالحيط. وين كنت عم تطلع وقت طرقت فيه؟ مشغول بناريمان؟ مو هيك ابني؟ شوف إذا مصر إنه تضل معه، هالبيت مستحيل إني اسمح لك تدخله. عن جد؟ عن جد؟ يعني شوف بيت تاني غير هاد، فهمت؟ ايه انا امبارح شفته لجهاد، كان مقهور كتير، قلت اكيد صاير شي مع عاصي لحتى هو تضايق هيك. سكتي فخريه، والله مت من الرعبه. ماجد ليش اجى على الحاره؟ صار شي جديد يعني؟ الظاهر كان متضايق. عاصي ضربه لماجد على خلقته بوكس كمان. ها لك مجانين هدول الاثنين، بيموتوا على ما يشوفوا حضرتك وانتي ولا سائله هيك. ما بدي حدا. ايه وعلى شو دخلك؟ يا ريت بس مبين معك كل هالحب اللي بحبوك اياه، ما هيك ناريمان؟ ايه على القليلة دقي له لماجد وطمني عليه. لك فخرية، أنا وين وأنتِ وين؟ أصلاً مو حلوة، يدق له. أنتِ مخلوقة غريبة. يعني هو هلأ ما بيستاهل تسألي عنه بعد كل شي عمله؟ عن جد شي بيضحك. فخرية. ايه طيب ما خبصنا بشي. دخلك بدي أسألك يا حب. نيفين. شو جابها؟ والله أنا هذا اللي مستغربة منه. يعني حكت شي معك؟ قولي لي شو حكت هلا؟ وعاصي أنتي وصلتي لهون. لما ماجد بيتركك عاصي ساعتها رح يكون تاركك. كلهم رح يتخلوا عنك. رح تضلي لحالك وما حدا يسأل عنك. يا اختي ناريمان، خبصت بالحكي كتير. انتي رح تعلميني عليها؟ ما أنا سهلة نيفين. انتي ريحي راسك هلأ واعملي شو ما بدك، يعني طنشي وما تقيمي حكي من الأرض بالمرة، ماشي؟ اسمعي ناريمان، بدي قلك شغلة مهمة. ماجد أرجي أغلو تحدى الناس كلياتها حتى ما يخسرك. ناريمان؟ ناريمان؟ خير نوران؟
أخي رح نروح أنا وياها لبيت زهرة. والله يا خالي نوران بدي روح معك، ناريمان بدها تروح على المرسم. فخري الله يرضى عليكم، لازم توقفوا معهم. على كلين أنا بدي أتيسر. لوين بدك تروح؟ لعند جمال؟ لا، بالأول بدي روح وأعمل شغلة مهمة. صبايا حاستناكن عند الباب. عمتي عندي درس، تأخرت، لازم روح هالمرسى. ايه مو مشكلة، منروح لعند زهرة هلأ وبعدين بتروحي على درسك، ما رح ينقصك من الدرس شي. ما في مجال، لازم تنفذي تعليمات عمتك. ميرفات، أنت منيحة؟ إيه عاصي. عاصي بدي منك شغلة، إذا في إلي معزة عندك لا تروح لعند كمال وتخانقه. لازم أعمل له فركة إذن، ما فيني أبداً. ليك آسيا ما قصرت واشتكت عليه بالمغفر، خلي الحق عليه وما بدنا تزيد المشاكل. ماشي، خلي عينك على آسيا، وإذا كمال بيحاول يتعرض لخبريني فوراً. مو رايح على الجامعة اليوم؟ لا ما رايح. رايح تلحقها لناريمان مو؟ اسمع، مالك ملاحظ انك نسيت انه لك اهل بسببها؟ ويا ريتها معبرتك او بتحاول تهتم فيك وبتحبك. ميرفت انا مقصر بحقكم باي شيء؟ عم تسال كمان؟ لك انت شايف حالتنا ولا مو شايف غير ناريمان خانم؟ كل همك بالدنيا انه ناريمان توافق وتقول لك تزوجني. امتى بدك تريح امي من قعدتها على الماكينه؟ قل لي امتى بدك تخلص درسك؟ من ورا جامعتك ما عاد قدرت اشتري ولا قطعه ثياب. شوف انت لازم تخلص جامعتك لحتى نقدر نرتاح لنا شوي. ناريمان ما سألي عنك بنوم، حاجة تركض وراها على الطالعة والنازلة ولك بكفي. عندك حق، أنا كتير مقصر، ما عم اهتم فيكن، والله بعتذر. كنت راكد ورا سراب أعمى ما عم شوف، ما بدي منك هالنظرة. المفروض كب الماضي لبعيد. ما أغباني فكرت إذا بتبعد عني بدي أتحطم. أكيد كنت مفكر إذا تركتك رح تتشجع وما تقدر تعيش بلاها. ليكي شباب قلي احكيلي لشوف، ولا قلك اسمع المفيد، لازم تدوس الماضي بإجرك وترميه ورا ظهرك وتمشي، ولازم تقوى واوعى تطلع يا ابني لورا، وشوف منيح طريقك وكون صاحي.